على كل حال هذا التحضيرات لهذا اللقاء هذا اللي يتعلق بالمنتخبين هو نتيجة لورشة قمنا بها على مستوى الحزب، ورشة جهوية ضم 14 ولاية، موضوعها ويتعلق بالجماعة المحلية والديمقراطية التشاركية. على كل حال الانتخابات خلاصت، حان الوقت لتوجه جديد للمنتخبين للتفاعل مع المتغيرات الجديدة وتصور رئيس الجمهورية بالنسبة للجزائر الجديدة. وبالتالي هذه الورشات هذه راح تخدم بالدرجة الأولى تخدم المنتخبين. لماذا؟ لأنه حان التكوين السياسي، لا بد من تكوين سياسي لمنتخبينا، لا بد من تكوين في جميع المجالات. ما يخفاش عليكم دوك جميع رؤساء البلديات راهم في فترة تكوينية نظمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ولكن هذا لا يكفي. ما أحوجنا إلى الأيام الدراسية، إلى أيام تكوينية سياسية بحتة لتمكن المنتخب من الوصول إلى إقناع أو تلبية جميع متطلبات واحتياجات المواطنين، لأنها تغيرت لم تبقى كالسابق. وإشراك المجتمع المدني أكثر من ضرورة أيضا، لأنها سياسة تنتهج عبر بلدان العالم لإشراك المجتمع المدني في تسيير الجماعات المحلية، حتى لا يكون هناك ربما اختلالات في التصور، اختلالات في ترتيب الأولويات، اختلالات أيضا حتى في التوجهات، حتى يكون منتخب منسجما مع البيئة اللي متواجد بها وهي الجماعات المحلية على مستوى البلدية. على هذا الأساس نظم السيد الأمين العام هذا اللقاء لتمرير بعض الرسائل للمنتخبين وتشجيعهم وأيضا تجاوبهم ولتمكينهم من أخذ صورة، أخذ توجه لخدمة المواطنين والجزائر في آن واحد إن شاء الله.